الله وبركاته من قناة ملوك ساد على اليوتيوب. معانا النهاردة هنتكلم عن تردد قناة كارتون نتورك بالعربية، أو بيقول عليها قناة سي إم بالعربية، عبر القمر الصناعي نايل ساد 7 درجات غرب. النهاردة هنتكلم عن تردد القناة عبر القمر نايل ساد. تردد القناة هو تردد إشارته عالية وتردد حزمة عامة. والتردد يمكن استقبال التردد على جميع أنواع الأجهزة، سواء كانت الأجهزة العادية أو الأجهزة الـ HD. والتردد إشارته قوية، ولكن يحتاج إلى ضبط كويس من الطبق أو الصحن. تمام، تردد القناة هو 12 11 277. تردد تاني 11 277 مع معدل ترميز 27500، والاستكتاب هيكون رأسي اللي هي حرف الفي. ده تردد قناة كارتون نتورك بالعربية، تردد 11277 عمودي أو رأسي مع معدل ترميز 27500. ويلا بينا نبدأ نروح نعمل بحث ونشوف التردد شغال ولا لا. شايفين كده، هنبدأ ندوس على زر المنيو اللي هو القايمة، وبتبدأ تدوس على كلمة إنشاء قناة، أو بترجع كده وبتبدأ تختار كلمة نيت سيرش. بنبدأ ندوس عليها كده، بتبدأ تكتب التردد، تردد قناة كارتون نيتورك بالعربية على قمر نايل سات بعد التعديل، تكتب 11277. تمام كده، وبعد كده بتكتب 27500 وبتخلي الاستكتاب عمود. بصوا يا جماعة، التردد شغال اهوت، وشرطه 43%، والإشارة اللي فوق ديت إشارة سلك 83%. التردد شغال مفهوش أي مشاكل. بعد ما بتكتب التردد أهو، بتنزل على كلمة حر مجاني، وزي ما انتم شايفين بيبدأ يعمل بحث، بتلاقي القنوات نزلت معاك. بعد ما بيخلص عملية البحث بيقول لك انتهى البحث. تمام، زي ما انتم شايفين القناة هيت موجودة من ضمن القنوات اللي نزلت، قناة سي ام بالعربية أو كارتون نتورك بالعربية. ده كان تردد القناة عبر القمر نايل سات. في نهاية الناس ما تنساش تعمل لايك واشتراك في قناة ملوك ساد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.